الموضوع ليس الوطن العربي بعد 100 عام من سايكس-بيك، هو إنما اتفاق سايكس-بيك نفسه، وما هي الخرائط التي اعتمدت في هذا الاتفاق، وكيف تطورت هذه الخرائط من سنة إلى أخرى بتغير الظروف وتغير التحالفات وتغير موازين القوى. ولكن المناقشين في معظمهم قد أسقطوا ما وقع قبل قرن بالضبط من الآن على واقعنا الحالي، باعتبار أننا نعيش تبعات اتفاق سايكس-بيكو، أي نعيش تبعات تدخل القوى الأجنبية فينا وتشتيتها لوطننا العربي ومواصلة مساعيها وأعمالها من أجل مزيد التجزئة للدول العربية وللأقطار العربية. فالذي غلب على النقاش وعلى هذه على جو العام لهذه المحاضرة هو هذه الفرقة التي نعيشها، وهذا التدخل الأجنبي الذي تسلط علينا، وهذه الحركات الإرهابية المتشددة التي هي في كثير من الأحيان من صنع قوى أجنبية تريد بها مزيد التجزئة ومزيد التفرقة لتتحكم فينا وفي ثرواتنا. يعني هنالك أفكار جديدة قدمت طيلة العقود الأخيرة، وهنالك أشياء جميلة أنجزت، من ذلك أن الأليكسو في السنوات منذ السنوات 80 من القرن الماضي شرعت في إنجاز عمل كبير، يعني هو اكتمل تقريبا، وهو الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود، يشتمل إلى حد الآن على فيما أعتقد سبعة أو ثمانية مجلدات. يعني هذا كتاب مرجع يجب أن تعود له وزارات التربية لتضع كتاب الجغرافيا القطري، ويجب أن ندرس الجغرافيا من منظور وحدوي في الدول العربية، باعتبار أن الحدود الموجودة هي حدود مصطنعة وليست حدود طبيعية، وأن حدودنا هي حدود الوطن العربي الشامل. كذلك هناك كتاب المرجع في تاريخ الأمة العربية، وهو كتاب في عدة مجلات، كتاب ضخم وبذلت فيه جهود عظيمة ومولته يعني الأليكسو بمساعدة بعض الدول العربية، وهو كتاب عظيم طبعا. لكن يجب أولا أن نعتقد أنه من واجبنا أن نبث أفكار الوحدة أو على الأقل التكامل في صفوف شبابنا، وأن نكون مؤمنين بذلك نحن كمسؤولين وككبار. هذا الوعي وهذا الإيمان لا أعتقد أنهما موجودان الآن بالقدر الكافي، فعلى النخبة الواعية القومية المؤمنة بالعروبة بدون إيديولوجيا أن تجتهد من أجل أن تبقى فكرة التكامل العربي، فكرة الوحدة العربية، فكرة حية.